شارلي كينو اخيرا 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 يا جماعه، اتمنى ان يفوز بال 50 50 اليوم، لانه حرفيا فايز اتوقع سبعه ما شاء الله 50 50 ورا بعض، فاحس انه الوضع. اوه شوف يا جماعه سلاحه رهيب، شكل سلاحه جدا رهيب. دام الشخصيه كلهم سلايمز. اوكي لا 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 بنجربهم. دام دمجها حتى الان ترايل، يعني كترايل يوضح انه بتكون جيده. وات الانفيوجن ما تخلص. الو الو الانفيوجن ما تخلص يا جماعه. ها اوكي اتوقع انه لازم نقرا الكيت، اتوقع لانه هو تا اتوقع باي باي على هذا. يلا التيمت، هل لازم استعمل الالتيمت لما انا بستعمل الاي؟ مش عارف الصراحه، لكن الواضح انه بنستمتع بالدابز. عندي هو تاو سلاح عجيب ارلي. شوف هو لو عندك 2 مين دي بي اس اتوقع يعيشوك تقريبا كل اللعبه، لكن انا اشوف انه ارلي كينو اسطوريه واي شخص لازم يجيبها بس عشان ارلي كينو. اوكي حاليا لو نشوف هنا، مش ديتيلز، نشوف الهيستوري عندنا تقريبا البي تي 1 10 15 20 30 35 عندنا 36. اوكي على طول بعمل 10، انا مستعد. بليز ارلي ارلي. المشكلة انه اتوقع انه نافيا جت ايرلي. لا لا نافيا اتوقع انه ما جت ايرلي. شيانغليغ اللي عندي الى الان مش سي 6؟ ويت يحاولون انه يجهزوني نفسيا لارلي كينو، فاهمين؟ 56 بليز بليز ايرلي. اوه شيت شيت، حتى انه ايش بعمل ساكريفيشن بو. كورس اوف تشي تشي. لا 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 يا جماعة لا. 66 ليتس جو بليز. كذب اللي قال لي شغل اغنيتها بتجيك يا جماعه. 76 بليز ارجوك. يلا 5 ستار 5 ستار. شيت 77. او 5 ستار بليز بليز ارجوك ارجوك. يس يس 8 50 50 ورا بعض. ليتس جو. هي شوف عندنا 10 ثانيه. ايزي سلاح ايزي. شوف الفايف ستار بوم. او شيت المشكلة اني توي جايب سلاح فورينا على صفر بيري. اوكي بليز شيت. اوه اوه وات الفيتي 12. الو جماعة سلاح ليني يشتغل على غانيو؟ لا مش ار2 هذا اول مرة. ديم انا ما عندي وات يا جماعة. لحظة لحظة خليني افسر لكم البيتي اللي عندي، اتمنى انها ما انحذفت. لكن تخيل لو تجيب سلاح ارلي كينو، تخيل. اوكي بليز بليز بليز. باقي 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 باقي. ويت 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 هولد اب هولد اب. شت هذا بيزيد اتش بي وبيعطي اتاك على حسب الاتش بي، فاتوقع انه سلاح شاو بيكون احسن. خلاص ما يحتاج انه اصلا نجرب، صح انه في كريت دامج لكن يا شاو اتوقع انه افضل. يلا خلينا نحاول نلفلها لفلها سريع سريع. جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو. انا متحمس، انا قاعد انتظر هذا البوس فايت. ويت صح انه ورلي كينو ليفل 40 لكن اتس اوكي اللعبه سهله. يلا خلينا نتاكد كيف مات؟ اه صح تستعمل، نسيت 69 هيلث هي اللي قاعدة تعمل درين بالاتش بي اتوقع. اوكي قول انه نعمل تشارج اتاك، لكن هل لازم اعملها في الوقت؟ انه ما قرأت، اتوقع انه لازم اعملها في الوقت. وي وات؟ حرقت على نفسي الحين؟ ايوه ايوه وي في فيز اخرى. او دام دام اتوقع انه خلاص هنا ممكن نلعب. في لان ماتت لحظه لحظه شباب امزح ولا امزح. او شيت شيل جونغلي كامل حذفته. وي 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 شكله شكله البوست ممتع. ويت لا 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 شكله بوست فايت ممتع. لحظه هلا رجع لي. المشكله قاعده تعمل درين للاتش بي، لا تحتاج هيلر هنا. اوكي يلا الان ممكن نلعبها خلاص. جماعة ما لعبت منذ مدة، حتى هو تاو مش عارف كيف العب بها. اوكي اتوقع انه الان بتصير حركة. اوكي لو اعمل هيل الان كان لازم اعمل التيمت، لكن اوكي احتاج اني ويت
جين لسه عند البوند اوف لايف. شت 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 اعمل هيل مش مكله هيل. اوكي اوكي هذه فهمناها هذه فهمناها خلاص. يب يا اخي دايما مره تعمل ضربتين ومره تعمل ضربه واحده. اوكي اتوقع انه كان لازم اسيف الالتيميت للفيز الثاني. الان بستضرب ضربه ثانيه. اوكي نهيل جين شويه. وات 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 هذه ضربه جديده. اي وات ها والله حركات خلاص بنهيل. يا شلناها على طول. باي باي. اصلا هذه ضربة ما تعمل دمج كثير. اوكي هل اخليها تهيل فورينا احسن يا بخلي فورينا تهيل انه خايف نموت. اوكي جبنا اتشيفمنت يا كلب. اوكي هو تاون حذفت لكن وي جود. اوف دام. ايوه 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 دوتش تايم. او شيت او شيت او شيت. اوف اوكي تمام. باي باي. دام والله بوس فايت رهيب حلو. الفيز 2 الفيز الاولى مش اسطوريه لكن يا يعني ويت ويت لازم نقرا لازم نقرا عليها. ويت خليني استوعب كل شيء عندها. اوكي ترجع السي دي الخاص بالقدره وتعمل اي او اي بايرو دامج يعني عندها سكيل بالاتاك وبالاتش بي. سو المفروض انه بنحتاج بناءها بيكون يعني بنحتاج شويه اتش بي لكن ما اتوقع انه بتكون نفس الاتش بي اللي توصل لها وداو صح؟ او ممكن اصلا ما يكون سكيل اصلا بالاتش بي فالاتاك ممكن يكون اكثر اهميه. اتوقع انه لازم اخذ وقتي مع ارليكينو عشان اقراها مش في البث. عندك يويميا انا عندي هوتاو ويويميا ولسه جبت ارليكينو. اوكي بس عشان احب هذه الشخصيه. سو يا خليني ادخل للترايل بما انها ملفله هناك مع انه ما راح يخلوني الفلها بما لازم العب الكويست. سو بروح على ترايل الان لما اعمل تشارج اتاك تشغل هذه البوند اوف لايف اتوقع لما استعمل الاي يا والان لما ابقى استعملها وانقص في السي دي الخاص بها كل ما اضرب. يب يب شوفوا القدره قاعده ينقص السي دي كل ما اضرب نورمال. سو في اب تايم تقريبا 100% خاصه اذا عندك التيميت وكمان تهيل نفسها بالالتيميت. اوكي كل ما تضرب كل ما ديم 20000 بدون تفاعلات. ايش افضل سلاح غير سلاحها؟ يقول لك انه سلاح شاو وبعدها ستاف اوف هوما. انا عندي الاثنين وبعطيها سلاح شاو. يا اخي حركه الطيران حلوه. ده ممكن تعمل سبام تشارج. فالان اول ما اخلص اللي هم هؤلاء هنا اعمل التيميت عشان ارجعها. خلصتهم اصلا خلصت الويفز كلها باي واحده. اتوقع انه برجع شويه الجنشن نلعب شويه التحديث هذا نوصل ارليكينو ليفل 80 ممكن نجيب لها سلاح ماني عارف لانه شوف سلاحها شكله رهيب عكس اي سلاح ثاني. هل الفرق بين سلاحها وسلاح شاو كبير؟ كبير.